تتسع فجوة الأمن الغذائي في اليمن لتزيد الأزمة الأسوأ إنسانياً في العالم تعقيداً. وكالات الأمم المتحدة في تقرير لها ذكرت أن اليمن ما زال واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف قالت إن قرابة 2,200,000 طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى العناية العاجلة. الصراع الدامي منذ سنوات أدى إلى انهيار الاقتصاد وقيمة العملة ونقص الاحتياطات الأجنبية، ما دفع بالملايين إلى شفا المجاعة، لا سيما أن أسعار المواد الغذائية صارت بعيدة عن متناول الملايين. انعدام الأمن الغذائي يصبح أكثر حدة في مناطق النزاع النشط أو في المناطق المحيطة، حيث يكون وصول المساعدات الإنسانية محدداً بسبب الوضع الأمني. النزوح أيضاً فاقم المشكلة بعد ترك نحو 4 ملايين شخص ديارهم مجبرين منذ بداية النزاع، بما في ذلك نحو 3 ملايين شخص ما زالوا نازحين فيما عاد مليون منهم. سوء التغذية يتسبب في ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والكوليرا. ففي العام المنصرم عملت اليونيسف على تأمين العلاجات لنحو 3 ملايين طفل من سوء التغذية الحادة. الأزمة الغذائية في اليمن تتطلب مجهوداً دولياً مكثفاً للتصدي لهذا التحدي الإنساني، حيث يعتبر النقص الحاد في المواد الغذائية وسوء التغذية أمراً ملحاً يهدد حياة الملايين من السكان.